السلام عليكم يا زعمي، كيف حالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير ان شاء الله، وبكم ما يبغي جديد. كيفاش واحد الجوله في الحبوس او الاحداث؟ صراحه هذه البلاصه صراحه زوينه بزاف، كتعجبني انا، كتعجبني بزاف صراحه. القفاره حتى ملي كنجي ليها كتعجبني بزاف بزاف، وبلا شك راه كتعجب بزاف ديال الناس. فيها البازارات، فيها داك الشيء صراحه زوين وغزال بزاف. المهم البنات، ما نطولش عليكم الفيديو. المهم فين جات هاد البساط الحبوس او الاحباس؟ في درب السلطان، في طريق كراج علال، يعني كتفوتوا كراج علال وكتدخلوا لهذا الحبوس. كيف ما شفتوا دخلنا لواحد المحل صراحه زوين 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 بزاف، والسيد الله يعمر هذا صراحه التعامل ديالو زوين زوين بزاف، وخدينا من عنده صراحه هاد قنيطرات لوليدات الصغار. صراحه دار معنا تمن جد 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 مناسب البنات، صدقوني البنات كل التعامل ديالو زوين 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 بزاف. وما نطولش عليكم فيديو ونخليكم، وما تنساوش البنات لي لايك لي لايك، وكنتمنى اول مره زار قناتي ديالي ما يدخلش ليا بواحد لايك، وإلا ما كانش مشترك يدخل يشترك القناه ليصل كل ما هو جديد. السلام عليكم البنات. لا هذا غير دري صغير، هذيك صغيراش. هذه شحال الثمن ديالها؟ علي بلي غات زويني، شي بحال اللي في قيصرية. هذا بالسكن ديالي، هذا كله بالسكن هذا. اسمح لي لما يدي خرجت الصور. تصير مع السكن. زويني انت الكاليتي زوين زويني. هادو كلهم فيهم السكن. السكن ديالهم شريف فتنيات ولوين شي مرة الأولى المرة الجاية تبغات بحال هكا شي باش تكشيطة تاخدي لاغا. لا كل قلت ليها سميتو بيض، هاد سميتو الشربيل، هادو في اللون ديال القطان كون خديتهم شي باش زوين. ولكن ما خديتش لا سيسكي ديال هادو. Thank you.
هادو ديال البنات الصغار ما عندكش هذا امتى هو نوقاش فيه كسير نوقاش كاين ولكن الان نوقاش فيه كسير نوقاش فيه صغار لك دي سامعي خلي خديت فين هي هذيك خشيت فيها انا حل حل هذيك هذه هي هذه صافي صافي خليها هي هذه اللي صور سامح لولا وباقا مازال كنقلب باقا مازال كنقلب على شي حاجه هادو المهم اللي بغات شي حاجه مرحبا بها عندو الشكل وعندو اللوان وعندو ثمن زوين هو صوم دابا انا صورت لكم صوب معايا في الثمن بس كل ما صوبتيش معايا في الثمن صوبت معاك دابا صوبتي معايا في الثمن صوبت معاك نصيفط لك المتابعين ديالي ان شاء الله يلا شكرا لك وقول لهم مرحبا بكم مرحبا بكم ان شاء الله اهلا وسهلا بكم في محلكم محل التجاره في القشاريه في قصريه ديال الحبوس قديمه قصريه الحبوس قديمه أريد أن أحسن الباردة. أريد أن أحسن الباردة. إن شاء الله غتولي تبي الدارجة مزيان إن شاء الله. والبليغات ما كاينش؟ لا ما كاينش صغار. كاين ولكن نقص كثير. نقص. لم يرطب شوفي لم يرطب ما مرتبش لم يرطب يمكن سنجيب ان شاء الله الجديد ان شاء الله اي كارت فيزيت قصريه الحبوس وريتي من الدخله كتوري من الدخله ديالها كيفاش صافي خديتي صافي خديت وري المغي الدخله ديال الباب شحال من محل هذا